هاي. خلينا نشوف ابراجكم شو مخبيينكم لليوم بنبلش بالحمل حماسك واصرارك على الشغل بخليك تنال اعجاب الكتار عاطفيا مفاجاه او خبر من الحبيب بانتظارك اليوم الحظ خمسة على عشرة طور ردود افعالك غريبه وما عم تلاقي تفسير ما تخلي مشكله صغيره تعكر لك مزاجك عاطفيا انت والحبيب متفقين ومفاجاه قريبه عم تتحضر لك الحظ خمسة على عشرة الجوزاء من المتوقع اليوم تجتمع بأشخاص عندك مشكلة معهم أما عاطفياً عم تحاول تبرر لحبيبك سبب بعدك عنه هالفترة الحظ خمسة على عشرة السرطان عصبيتك عم تأثر عليك شغلك وما عم تعرف تتعامل مع زملائك أما عاطفياً عم تعيش بتوتر مستمر مع حبيبك الحظ اثنين على عشرة الاسد مزاجك متقلب اليوم بشغلك وعم بياثر على تصرفاتك مع رفقاتك اما عاطفيا الحبيب عم بفكر لبعدين أكتر منك الحظ أربعة على عشرة العذراء بتستفيد من قوة حدسك لتعرف بشو عم بفكر زملائك وبتتصرف بحكمة معهم عاطفيا قدم الدعم للحبيب لأنه بحاجة لألك الحظ ثلاثة على عشرة منكمل مع الميزان، منك مضطر انك تعمل شيء حسسك بالتعب وانتبه اكثر لصحتك، اما عاطفيا حكم عقلك وتصالح مع حبيبك، الحظ خمسه على عشره، العقرب الاضواء عليك من جديد من خلال الافكار الجديده يلي عم تقدمها اما عاطفيا الاهتمام من قبل حبيبك بساعدك كثير، الحظ تسعه على عشره. القوس بعض الافكار يلي بتطرحها بتكون لها الاولويه بالتنفيذ للتطوير وتحسين مستوى العمل اما عاطفيا للحوار الصريح بينك وبين الشريك له مفعول ايجابي بنجاح العلاقه بينكم الحظ 6 على 10 الجدي لازم تقعد بالبيت وتاخد رياحة ما تخلي تعبك يبعدك عن أقرب الناس إلك أما عاطفيا ما تخلط بين الشغل وحبيبك الحظ 2 على 10 دلو بعض التحديات بتواجهك بالعمل وبفضل ذكائك رح تقدر تسيطر على الموضوع عاطفيا حاسس بالملل بعلاقتك بالشريك وعم تفكر تعمل مغامرة عاطفية الحظ خمسة على عشرة الحوت بتلاقي حلول سريعة على بعض المشاكل بسبب سوء تفاهم مع زملائك عاطفيا طريقتك المميزة محيرة حبيبك وعم تخلق له الخوف الحظ خمسة على عشرة هيك كانت أبراجنا لليوم بشوفكم بكرة بحلقة جديدة